السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار الرئيسة من قناة عدن الفضائية، أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. انطلاق اجتماعات المشاورات اليمنية في الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي. قوات الجيش الوطني والمقاومة تواصل تقدمها في جبهات جنوب مأرب وتسيطر على منطقة النقعة وتحقق انتصارات كبيرة. قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تحبط محاولة تسلل فاشلة لميليشيا الحوثيين في جبهة الدفاع الجوي بتعز. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. بعث فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة بوفاة العميد حسين شيخ الزهري، وأشار فخامة الرئيس إلى مكانة الفقيد وأدواره الوطنية وكفاءته العسكرية في مختلف المواقع القيادية التي شغلها، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. بعث فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة بوفاة الشخصية الوطنية والصحفية نجيب محمد أحمد يابلي، وأشار فخامة الرئيس في برقيته إلى مناقب الفقيد الوطنية والنضالية وأدواره الإعلامية والتوعوية خلال مشوار حياته الحافلي بالتضحية والعطاء، معبرا عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومواساة في وفاة العميد حسين شيخ الزهري الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء. وأشار نائب رئيس الجمهورية في برقيته إلى مناقب الفقيد وأدواره الوطنية وكفاءته العسكرية في مختلف المواقع القيادية التي شغلها طوال مشوار حياته الحافلة بالعطاء. وعبر نائب الرئيس عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. كما بعث نائب رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة في وفاة الصحفي نجيب محمد أحمد يابلي، وأشار نائب الرئيس في برقيته إلى مناقب الفقيد ومواقفه الوطنية والنضالية التي جسدها طيلة حياته من خلال أعماله الإعلامية والتوعوية وتفانيه في خدمة الوطن والمجتمع. وعبر نائب رئيس الجمهورية عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد والوسط الصحفي، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك برقية عزاء ومواساة بوفاة الشخصية الوطنية والصحفي والإعلام البارز نجيب محمد يابلي الذي وافاه الأجل بعد رحلة عطاء استمرت لعقود في قطاع الصحافة والإعلام. وعبر رئيس الوزراء عن بالغ الحزن والأسى برحيل أحد رموز الكلمة والصحافة وروادها المخضرمين وأحد فرسان الكلمة الحرة وصناع الوعي وقادة الرأي وموثقي الذاكرة العدنية، منوها بصفات ومناقب الفقيد وأدواره الإعلامية والتوعوية خلال مشوار حياته الحافلي بالتضحية والعطاء. وقدم رئيس الوزراء خالص العزاء والمواساة إلى أبناء الفقيد وأسرته ورفاقه وكل منتسبي القطاع الإعلامي والصحفي والثقافي بهذا المصاب الأليم، داعيا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وجميع محبيه الصبر والسلوان. انطلقت بالعاصمة السعودية الرياض اجتماعات التشاور أو المشاورات اليمنية برعاية مجلس التعاون الخليجي، ومن المقرر أن تنعقد الجلسة الافتتاحية بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف وأمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط وأمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي حسين إبراهيم طه.
كما سيجري الافتتاح بحضور المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غوراندمار والمبعوث الأمريكي تيم لاندركينغ والسويدي بيتر سيمبي بالإضافة إلى سفراء العديد من الدول المعتمدة لدى بلادنا. وهذا وستناقش المشاورات 6 محاور سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية وإنسانية على مدى أكثر من أسبوع وبمشاركة أكثر من 500 شخصية يمنية تمت دعوتها بصفة شخصية للمشاركة في المؤتمر. التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عاض بن مبارك المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس غوراندمار لبحث آخر المستجدات على الساحة اليمنية ومساعي المبعوث الخاص لإحياء عملية السلام في بلادنا. واستمع وزير الخارجية من المبعوث الخاص إلى نتائج مشاوراته الأخيرة مع المكونات السياسية والاجتماعية اليمنية الهادفة لوضع إطار عمل لحوار سياسي شامل ينهي الحرب ويؤسس لسلام مستدام في اليمن. وجدد بن مبارك تأكيد دعم الحكومة اليمنية لجهود المبعوث الخاص ومساعيه لإيجاد معالجات تشمل الأولويات العاجلة والحلول طويلة الأجل، وأشار إلى أهمية انعقاد المشاورات اليمنية تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمناقشة سبل حل الأزمة اليمنية، وشدد أن الحكومة ترحب بكافة الجهود والمبادرات الهادفة لإيقاف الحرب وإنهاء معاناة اليمنيين وفقا للثوابت الوطنية والمرجعيات الثلاث المعتمدة. ودعا ميليشيات الحوثي للاستماع لصوت العقل واستغلال مبادرة مجلس التعاون والانخراط إلى جانب القوى اليمنية في مشاورات الرياض للعمل على إخراج اليمن من محنته وتحقيق السلام المنشود استنادا إلى الثوابت الوطنية والمرجعيات المعتمدة. وقال وزير الخارجية الدكتور أحمد عوض بن مبارك في تصريح صحفي عقب لقائه بالمبعوث الأممي هانس غوراندمار: هذا موقف الحكومة الدائم من كل الدعوات الأممية والإقليمية والتي كان آخرها المبادرة السعودية التي كانت واضحة في الدعوة لوقف شامل لإطلاق النار، كما انخرطت في نقاشات جادة وإيجابية مع المبعوث الأممي منذ الوهلة الأولى لتعيينه بغرض الوصول لمقاربة تضمن وقفا شاملا لإطلاق النار ومعالجات حقيقية لكافة القضايا الإنسانية ذات العلاقة بحياة مواطنين في كل ربوع الوطن دون تمييز، والتي تسبب فيها الإنقلابيون وأدت إلى معاناة المواطنين في كل محافظات الجمهورية. أضاف: تتعامل الحكومة اليمنية بمسؤولية كاملة مع كل ما يطرح في الوقت الراهن من مشاورات دعت إليها دول مجلس التعاون الخليجي ودعوات أممية مماثلة من شأنها التخفيف عن معاناة المواطنين. وأكد بن مبارك مجددا أن هروب الإنقلابيين من مواجهة تلك الاستحقاقات بإطلاق مبادرات فارغة وغير مسؤولة لا تتعاطى مع أسس المشكلة وانقلابها على الدولة يدل على عدم الجدية وعلى عدم التعامل بمسؤولية مع الأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي فرضتها الحرب والتي تتفاقم بشكل مخيف مع الأزمات الدولية والتي ستنعكس آثارها بشكل مخيف على اليمنيين، مشيرا إلى أن الأوضاع التي تعيشها بلادنا تتطلب قدرا كبيرا من الضمير الإنساني والمسؤولية الأخلاقية والتوقف عن عبث المبادرات والفهلوة السياسية الفارغة، مجددا الدعوة للاستجابة لصوت العقل والتعاطي المسؤول مع دعوة مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستثمار هذه المبادرة والجهود الأممية للعمل على إخراج اليمن من محنته وإنهاء معاناة أبنائه وتحقيق السلام المنشود استنادا إلى الثوابت الوطنية والمرجعيات المعتمدة. بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق شرجبي بالعاصمة المؤقتة عدن مع مدير المشروع الطارئ لتوفير الكهرباء في بلادنا التابع لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع زياد جابر بحث التدخلات المتعلقة بمشاريع المياه في المناطق الريفية. وناقش اللقاء تفاصيل المشروع الذي سيعمل على توفير الطاقة للمراكز الصحية والمدارس وأبار المياه في جميع المناطق الريفية في بلادنا، حيث سيستهدف المشروع تأهيل 250 بئرا من الآبار العاملة والصالحة للشرب وتزويدها بالطاقة الشمسية لمساعدة المواطنين على الحصول على مياه شرب آمنة وبتكلفة إجمالية تبلغ 20 مليون دولار.
أكد زياد جابر على ضرورة مشاركة وزارة المياه والبيئة بإعداد الدراسات وكذلك التنسيق بين كادر الوزارة ومهندسي المشروع في عملية توزيع الآبار المستهدفة على المناطق الأكثر فقرا وتهميشا. ناقش وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بوحيبح في العاصمة المؤقتة عدن مع فريق من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع يومبيس تدخلاتهم في القطاع الصحي. وخلال اللقاء الذي ضم وكلاء الوزارة استعرض مدير مشروع الكهرباء والطاقة المهندس زياد جابر ومستشار البرامج بالمكتب الأممي دكتور خلدون سالم تدخلات الأممية في المرحلة الثانية والتي تركزت في مجالات الطاقة الشمسية المنفذة في 220 مركزا صحيا في عموم محافظات الجمهورية و23 مركزا للعزل جهزت جميعها بالطاقة الشمسية. وخلال اللقاء شدد الوزير بوحيبح على ضرورة التقييم الفني المشترك لما تم إنجازه وقيد التنفيذ والتركيز على ضرورة رفع مستويات الطاقة الشمسية بالقطاع الصحي بهدف التخفيف من استهلاك الوقود، مشيرا إلى التركيز على التدخلات في المؤسسات الصحية الحكومية الدائمة وعلى احتياجات الوزارة في التدخل بدعم من لسلسلة التبريد الخاصة باللقاحات المختلفة. هذا وقد تم التوافق على إنشاء مخازن مركزية سلسلة تبريد لوزارة الصحة في كل من المكلا وسيئون بمحافظة حضرموت يعقبها في الفترة اللاحقة محافظات أخرى. بحث سفير بلادنا في أنقرة محمد طريق مع نائب وزير الداخلية التركي إسماعيل تشاتاكلي التعاون الأمني بين البلدين وأوضاع الجالية اليمنية في تركيا. وخلال اللقاء أكد السفير طريق على أهمية العمل المشترك بين البلدين في شتى المجالات التي من شأنها تعزيز الترابط والعمل على تطويره، مؤكدا تقدير اليمن عاليا للمواقف التركية الداعمة لاستعادة الدولة في اليمن وإنهاء الانقلاب. من جانبه أكد نائب وزير الداخلية التركي أن موقف بلاده لن يتغير كونه نابع من عمق العلاقة التاريخية التي تربط البلدين وأن تركيا على الدوام تقف إلى جانب اليمني وأمنه واستقراره ووحدته وسلامة أراضيه. رحب السفير البريطاني لدى بلادنا ريتشارد أوبنهايم بمبادرة مجلس التعاون الخليجي للحوار اليمني الذي سينطلق هذا الأسبوع في العاصمة السعودية الرياض، داعيا الجميع إلى المشاركة بحسن نية واغتنام الفرصة لمعالجة القضايا الصعبة بطريقة سلمية وشاملة. وقال السفير أوبنهايم في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ: تدعم المملكة المتحدة جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز جروندبرغ للتشاور مع مجموعة واسعة من النخب اليمنية السياسية والاجتماعية بشأن عملية سلام شاملة جديدة، معبرا عن تطلعه إلى خفض التصعيد في الجبهات مع بداية شهر رمضان، وأن تحترم قدسية هذا الشهر وتتخذ خطوات جريئة نحو سلام دائم. تواصل قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية تحقيق انتصاراتها الميدانية في مختلف مسرح عمليات القتال في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب. أكد قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن منصور ثواب أن قوات الجيش الوطني والمقاومة تواصل تقدمها في معاركها لليوم الرابع على التوالي في الجبهات الجنوبية وسط انهيارات ميدانية واسعة في صفوف الميليشيات الحوثية الإيرانية. أضاف أن طلائع الجيش والمقاومة أصبحت تحاصر من تبقى من عناصر الميليشيات الإيرانية في جبهة ملعاء، لافتا إلى أن الميليشيات تلقت خلال المعارك خلال اليومين الماضيين خسائر بشرية ومادية كبيرة في عدتها وعتادها، مشيرا إلى أن رمال وصحراء جنوب محافظة مأرب تحولت إلى مقابر جماعية التهمت حشود وقطعان المد الفارسي وميليشياته الحوثية ممن زجت بهم إلى محارق الموت والهلاك، مشيدا بالدور الكبير لمقاتلات التحالف العربي بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من السيطرة على منطقة استراتيجية وقطع خطوط إمداد ميليشيات الحوثي في مركز مديرية الجوبة بمحافظة مأرب. وقالت مصادر عسكرية ميدانية أن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية تمكنت من السيطرة على وادي النقعة بالكامل شمال مديرية الجوبة بمحافظة مأرب عقب معارك عنيفة مع الميليشيات الحوثية.
أكدت المصادر أن قوات الجيش قطعت خطوط إمداد ميليشيا الحوثي في منطقة الجديدة مركز مديرية الجوبة من جهة الشمال. وأكدت المصادر أيضا أن المعارك أسفرت عن تكبيد الميليشيات الإنقلابية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. أحبطت قوة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية محاولة التسلل لميليشيات الحوثي الإيرانية في جبهة الدفاع الجوي شمال غرب تعز. وقال مصدر عسكري أن اشتباكات اندلعت بالأسلحة المتوسطة والرشاشة عقب محاولة ميليشيات الحوثي التسلل باتجاه مواقع الجيش الوطني في جبهة الدفاع الجوي. وأوضح المصدر أن قوات الجيش الوطني تصدت للهجوم وكبدت الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة بالعتاد والأرواح. انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام 1485 لغما خلال الأسبوع الرابع من شهر مارس الجاري، زرعتها الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا في مختلف المحافظات، ليرتفع عدد الألغام التي نزعت خلال شهر مارس إلى 5395 لغما، مشيرا إلى أن عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع مسام حتى الآن 328184 لغما زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن. نعت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة الزميل الصحفي والإعلامي البارز نجيب يابلي الذي وافاه الأجل بعد رحلة عطاء في قطاع الصحافة والإعلام استمرت عقودا. وجاء في البيان مثلما فقدت عدن واحدا من رموزها الذين برزوا في العمل الصحفي، فإن الوسط الصحفي خسر قامة صحفية نقشت اسمها في عدد من الصحف عبر المقالات والأعمدة التي سطرها بقلمه الرشيق وكانت محط اهتمام كبير، كما فقدنا مثقفا وفارسا من فرسان الكلمات الحرة وصناع الوعي وقادة الرأي. وأضاف بيان الوزارة أن رحيل الفقيد يابلي خسارة كبيرة لمدينة عدن التي اختزل جزءا من ذاكرتها وعبر عن نبضها وعن نبض اليمن التي كان أحد أبرز الأقلام في الصحافة اليمنية وروادها المخضرمين. وتقدمت الوزارة بخالص العزاء والمواساة إلى أبنائه وأسرته ورفاقه وكل منتسبي القطاعين الإعلامي والثقافي، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته. أصدرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تعميما بشأن تنظيم أوقات الدوام الرسمي لشهر رمضان المبارك لكافة وحدات الخدمة العامة في السلطتين المركزية والمحلية. وقضى التعميم ببدء الدوام الرسمي الساعة 10 صباحا وينتهي الساعة 3 عصرا، كما يجوز لوحدات الخدمة العامة التي لا يتناسب التوقيت المحدد في الفقرة 1 مع طبيعة عملها أن تحدد التوقيت المناسب لبداية ونهاية الدوام لموظفيها بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات على ألا تقل ساعات الدوام عن 5 ساعات في أي حال من الأحوال. أكد التعميم أن وزارة الخدمة ستتخذ الإجراءات اللازمة بتنفيذ حملات تفتيشية خلال شهر رمضان المبارك للتأكد من التزام جميع وحدات الخدمة العامة بمواعيد الدوام المحددة بموجب أحكام هذا التعميم. الآن أعزائي المشاهدين إلى حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى.
أعزائي المشاهدين، انتهت الأخبار، نعود ونذكر بأبرز عناوينها. انطلاق اجتماعات المشاورات اليمنية في الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي. قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تواصل تقدمها في جبهات جنوب مأرب وتسيطر على منطقة النقعة وتحقق انتصارات كبيرة. قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تحبط محاولة تسلل فاشلة لميليشيات الحوثيين في جبهة الدفاع الجوي بتعز. ختام نشرة الأخبار قدمناها لكم من قناة عدن الفضائية، طابت أوقاتكم في أمان الله.